هذه لعلها محور هذه القضية، قضية الناس التي صارت سيأتي بأمثلة. ولأننا أقرأ ما يجري في درنا وتعليق بعض الناس، صار بعض الناس يؤمن بالمجتمع الدولي، بل بلغ ببعضهم أن قال على المجاهدين والمقاتلين الذين يدافعون عن أعراضهم ونسائهم وأموالهم ولا يريدون نموذج قنفود أو نموذج نبش القبور يتكرر في درنا، يقول لهم اخرجوا من المدينة وسلموا هذه المدينة للمجتمع الدولي. نعم، سلموا هذه المدينة لمن؟ للمجتمع الدولي. أنا لا أدري هذا لا زال بعقله ولا زال يعني فيه بقية إيمان أو يعني ماذا فعل المجتمع الدولي بغزة؟ ماذا فعل المجتمع الدولي بالغوطة؟ ماذا فعل المجتمع الدولي بحفظة القرآن في أفغانستان؟ أين المجتمع الدولي من حلب؟ أين المجتمع الدولي من اليمن؟ أين المجتمع الدولي من مصر التي يعني غصت بالسجون والدماء؟ لا زال هذا الإنسان وغيره يقول علينا أن نرجع للمجتمع الدولي ونسلم أمرنا للمجتمع الدولي ونحو ذلك. أنا أريد أن أقول كلمة في غاية الأهمية وهي لب هذا الموضوع. نعم. الناس يجب أن تعيد حساباتها في هذه القضية تحديدا. الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لهذا للأرض، وهذه المخلوقات والدواب التي تدب على الأرض بما فيها الإنسان مخلوقة من ماء مهين. لا تطغى علينا هذه القضية وتصبح احنا نشوفه للبي 52 ونشوفه للأمم المتحدة ونشوفه للمعدات الحربية هذه والمعدات المالية والمعدات السياسية، وتطغى علينا وتحول بيننا وبين رؤية الحقيقة. نعم. الحقيقة أن المخلوقات لا تملك لنفسها، هي نفسها لا تملك نفسها لنفسها ضرا ولا نفعا. وأنا لا أقول أماني، هذا منهج الأنبياء جميعا، كانوا يربطون قلوب أتباعهم بالله سبحانه وتعالى لأنه هو مالك الملك وهو المالك الحقيقي لكل شيء، وهو الذي يغير الأشياء ويرفع أقوام ويضع آخرين وينصر من يشاء. فقضية التوحيد وعلاقتها بنصر الله قريب، الله سبحانه وتعالى يغار يعني يريد للأمة أن تتعلق به هو وحده فقط، ليس بقوة عسكرية ولا بقوة مالية ولا بقوة يعني تحالفات، ولكن مع أن هذا كله مطلوب، لكن لابد للأمة جميعا أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وأنه هو الذي يغير الأمور. نحن مطلوب مننا السبب الذي نستطيعه وليس السبب الذي لا نستطيعه. لا ننتظر حتى يعني لا نقول نحن لن ننتصر حتى يتحقق لنا 1 2 3 4. الصحابة كما أسلفت قبل قليل، الصحابة رضي الله عنهم هم نفس الصحابة الذين كان غزاهم إبرهة الحبشي في عقر دارهم، هم الذين خرجوا وغزوا الروم وغزوا كسرى وغزوا هرقل وغزوا الأمم كلها، هم ما تغير شيء، لم يملكوا طيارات ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي شيء، هم الصحابة بدعة الناس خرجوا وفتحوا الدنيا كلها. لماذا؟ لأن نصر الله قريب، لأنهم أحسنوا الصلة بالخالق سبحانه وتعالى وأحسنوا بالصلة بالرب سبحانه وتعالى. هذا جانب. الجانب الثاني وهو المهم في غاية الأهمية، نعم، أن من صميم العبادة أن نعتقد أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن القلوب مهما كانت الأسباب معدومة يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه عبادة، كما نحن الآن صائمين اليوم، نحن الآن ألسنا صيام صائمين؟ نعم. الآن ونصلي ونقيم في الليل. نعم. هناك عبادة يحبها أكثر من هذا كله، ألا وهو التعلق به سبحانه وتعالى. التعلق به سبحانه وتعالى، يجب قلوبنا ألا تلتفت إلى غير الله. وأنا ضربت أمثلة كثيرة، وهذه صميم التوحيد الذي يجب أن تؤلف فيه كتب. ولو استقامت الأمة على هذا التوحيد لما رأيت حال الكرة الأرضية بهذا الشكل. إبراهيم الخليل عليه السلام لما مال قلبه مال ميلا يسيرا إلى ابنه، أراد الله أن يجرد هذا الميل ويرده إلى الله سبحانه، مع أن هذا ميل فطري لا يؤاخذ عليه إبراهيم، لكن لأن إبراهيم بلغ مقاما عظيما في العبودية أراد الله أن يستل هذه الشعبة التي انصرفت إلى ابنه فأمره بالذبح. لماذا الله أمره بالذبح؟ حتى تصفى ويصفى هذا القلب لله سبحانه وتعالى. نحن الأمة اليوم أين نحن من هذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين أن يدخلوا عليه من هذا الباب، أن يستنصروه وأن تتعلق قلوبهم سبحانه وتعالى به سبحانه وتعالى. هذه قضية من صميم التوحيد، هذه القضية متعلقة بأسماء، لذلك خلقنا، نحن خلقنا من أجل هذه القضية. الله سبحانه وتعالى هو القهار وهو الجبار وهو ذو البأس الشديد والأخذ الأليم، وهو الذي ينصر وهو الذي يذل وهو الذي يقهر وهو الذي يرفع أقوام ويضع آخرين. هو سبحانه وتعالى يريد من العبيد المسلمين أن يتعبدوه بهذه الصفات،
كما نحن ذكرنا كثيرا يا دكتور نعم. أن الإنسان لما يذنب يريد من العبد أن يدخل عليه من باب التوبة ومن باب الغفور والرحيم والستير، كذلك يريد العباد أن يدخل عليه من هنا من هذا الباب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. من أين جاء النصر؟ من الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا. هذا باب يجب أن ينتبه له الناس، يجب أن ينتبه له الناس. الله سبحانه وتعالى يحب أن نستنصره، يحب أن نستنصره بأسباب أو بدون أسباب. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أخذ بالأسباب التي يطيق، 1000 وكسور جايين بقريش بقضيها وقضيدها، وهم بضعة مئات، 300 ونيف، أين المفر؟ باب الله سبحانه وتعالى. فصار يدعو حتى سقط الرداء من كبيه. هذه العبودية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نحن مطلوب مننا شيئين، القلب ينطرح بين يدي الله ويطلب النصر والمدد، والأسباب نأخذ بما نستطيع من الأسباب، والنصر من عند الله. لا ننام ونقول سيأتي النصر من عند الله، وكذلك لا نتوكل على الأسباب فسيأكلنا الله إلى هذه الأسباب. الصحابة لما انساحوا في الأرض كانت أسبابهم بسيطة جدا، معركة اليرموك على أقصى تقدير المؤرخين يقولون 30,000، بينما الروم 200,000، والروم دولة عظمى فيها من الآلات والآلات الحربية والمعدات ما لا يصل له الصحابة ولا يعرفوه أصلا، الفيلة ونحو ذلك، ومع ذلك هزموه. بيش؟ لأنهم أخذوا بالأسباب في جوارحهم، أخذوا بالأسباب، لكن القوة الدافعة واليقين الذي يعني عندهم هو أن الله هو الذي ينصر، فنصر وفتحوا الدنيا بهذا. نعم.